الخ تصدق يا عبد الله اني قبل اجي البرنامج كان عندي قصص سوالف قصيد، يوم جيت البرنامج ضاعت كلها. ضاعت من ايش؟ ما ادري ايش تتوقع السبب؟ فرمت يعني مخك؟ ها؟ هل هي يعني رهبه من الكاميرا؟ اي بالله اي بالله بالله. شف لنا 52 يوم ما زلت يعني تعاني من الكاميرا؟ نعم في الفقرات الرسميه بالريالتي؟ لا الريالتي انساها عادي انساها. الفقره الرسميه مثلا عبد الله الفريدي عنده غدوه حلو ومدخلني مرايا، يعني ما عليه بث الا عليه بث. طيب مثلا في عطاء، مثلا مع حسين البيت، عادل هيف، وليد قشنان. بس في الريليتي ما تدري عادي. طيب شو نفسها يعني في احتماليه ان البث عليك؟ في احتماليه ان البث عليك بس انا ما ادري. بنسبه اقل بعد. بنسبه اقل يعني اجلس ايه اجلس وين؟ مثلا في المجلس، العيال جالسين في التيل عندهم بث، انا ما ادري. عندنا طال عمرك المجلس 15 كاميرا، يمكن تسولف انت والفريدي والبث على سعد الشهري بس هناك احتماليه تزلها اكثر بالريال. نعم صح ولا لا؟ صادق. طيب في طعه جبتها بالبرنامج؟ واجد. ابي طعه كذا تحس اقرب طعه سد او اقرب طعه. الطعه اللي اثرت فيني صراحه يوم انحشت قدام البث، هذه اقوى طعه. لا ابي لفظا لفظا لا ابشرك ما اصلا ما يصلح تنعاد لانها طعة. اي واحدة؟ الهرجة ولا الطمرة؟ لا اقصد هرجة. لا هرجة لا ابشرك. الا ان كان مثلا اللعن اعوذ بالله منه. يا الله يكفينا شر. الله يكفينا شر. ورد هنا تقول وصل للشباب تكفون نبي نستانس اليوم احنا نتابع. والله يبشرهم بالسعد. يبون شيء مختلف. اليوم لا يحتاج هم يشوفون يعني. يبون اليوم ينبسطون. كيف تسعد الجمهور يا عبد الله الفريدي يوم كنت متسابق؟ كيف ترسم الابتسامة والبسمة على وجه شخص؟ ما أدري. وش تسوي؟ يعني شخص مثلاً يحب الضحك. تقعد تضحكه صح؟ صح. تسوي أشياء تضحك. شخص مثلاً المشكلة الجمهور ذائقته يعني كبيرة والجمهور كبير اللي يتابع. يعني عادي اجمع 10 أشياء بيوم واحد. الشيء المضحك، القصيد، الشيلات. السوالف. السوالف. يعني خلك متنوع على البث. كذا ترضي كل الجماهير. ما في أحد يصير زعلان. ولكن تخيل ان من يوم يبدا البث لين يخلص وبهاج بس يشيل لا 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 خلص ما عندك الا انت شيلات يعني فبيمل حتى لو كان صوتك حلو حتى لو كان زي مسعود صديقنا مسكين جاء البرنامج ونشط ديه ما عندي شيء شوف مسعود انا